هاي فايف هاي فايف جيف مي هاي فايف. اهلا والله بالجميع، معكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. اليوم ضيفنا ضيف مختلف، اول ضيف من عالم الانمي في قناه الوجيه، محمد اودن، الشبيح الاول والكبير لانمي ون بيس الشهير. جلست مع محمد اودن كذا على تويتر، قلت له حبيبي تعال عندي القناه، عندي لك أسئلة في فقرة على الماشي بالتحديد. تدرون إيش قال محمد أودن؟ قال let's go let's do it يا وجيه. وبالفعل اليوم راح يكون ضيفنا في حلقة على الماشي محمد أودن، فعلشان لا أكثر عليكم في الكلام اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، واضغطوا على زر اللايك لو عجبكم الفيديو، تعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي والتويتش والديسكورد، كلها موجودة في صندوق الوصف. غير كذا خلونا نشوف محمد أودن إيش عنده، وهل راح يقدر يجاوب على أسئلتنا المبتكرة في فقرة على الماشي ولا راح يجيب العي. يا هلا ويا مرحبا بأبو أودن، أسمرت وأنورت. هلا حبيبي، هلا حياتي. انت ترى نحاول نضبط العلاقات في البداية عشان تكفى تخفى. والله شو جلسنا كذا ربع ساعة نسولف قبل الفيديو على نكسر الحواجز كذا، واكتشفت انه ما في حواجز، سبحان الله شبكنا على طول. لا لا امورنا طيبة، انا خوفي مو من الحواجز، انا خوفي من الاسئلة اللي جاية. لا انت مو وين جايب الاسئلة؟ هنا السؤال. السؤال اللي جوابه راح يجيك الحين. ذيك اليوم فتحت بث في تويتش. أيوه. انا العادة اسئلة فقرة على الماشي ايش؟ ازرفها من فيديوهاتي القديمة، فاهم؟ فيديوهات مع ماهر، فيديوهات مع سعود، فيديوهات مع الشباب اللي صورنا معاهم. فجيت عندك قلت يا وين الرجال تبع انمي مركز على انمي اكثر شيء، فما ودي اكثر له اسئله افلام ومسلسلات، ابى اخش له في ملعبه. أيوة. والله جيت كتبت كم سؤال زي كذا ومخي هنك. والله دخلت فتحت بث في تويتش، يا عيال ابى عندي لقاء مع محمد اودن. قالوا حلو اسئله. اوكي هاتوا لي اسئله. تكينا يمكن 20 او 30 دقيقه هم نعصر مخنا عشان نجيب اسئله، وطلعت من وراهم بشويه اسئله حلوه. فلا تشيل هم، لا تشيل هم من ناحيه الاسئله. اوف كذا يبغوا يستفزوك بذي الاسئله. لا يبون يختبروني، يبون اختبر، خلنا ناخذها كاختبار. لا لا لا, لا مش اختبار. انا شرحت لك المعلومه ذي، بس بزيد اشرحها لك مره ثانيه. الاسئله اللي راح اسالك اياها مش اختبار ولا تحدي معلومات، والحلو فيها انه ما فيش صح ولا في غلط. اتس جاست انسر، جاوب بس. أوكي. اعطيني اجابه كذا وجهه نظر يعني. اغلبها وجهات النظر، واغلبها ايش تخليك كذا ايش تكون انسان كرياتيف مبدع، ايش طلع الدافور اللي داخلك او الانسان الكرياتيف اللي داخلك. حلو الكلام، جيت في مجالي وابشر بالانتصار اجل. واحد من متابعيني الاراء اللي ترضي الجميع. واحد من متابعيني قال لي يا وجيه ترى محمد اودن بس اعطيه كذا كلمتين هو بيتفلسف، من ناحيه فلسفه لا تخاف حيتفلسف. بس خلاص حلو. اخرج لهم سقراط اللي في داخلك يا محمد. لا 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 تشيلهم. طيب كالعادة عشان بعلمك نوع الأسئلة، عندنا ثلاثة أنواع من الأسئلة. أسئلة اسمها أسئلة شاطحة، وتشيز غالبا بتكون برا الأنمي برا التلفزيون، أسئلة شاطحة ممكن عامة كذا من الشارع من الحارة من الحياة الاجتماعية بشكل عام. وفي نوع ثاني من الأسئلة اسمه ملعب أودن، ما يحتاج أقول لك إيش هو ملعب ون بيس يعني. ون بيس يا سلام، عكري داري. والنوع الثالث من الأسئلة اسمه أسئلة أوتاكو منوعة. أوكي طبعا انت ترى الفكره مش انا متخصص في كل الميات مو بس ون بيس، فلا تشيل الهم علي. بالضبط عشان كذا حطيت لك اسئله وتاكو منوعه. شفت كيف؟ عليك. فاهمك يا حياتي. حبيتك. فاهمك. حبيتك. طيب فايش تبغانا نبدا؟ علما انه اسئله ملعب اودن عباره عن سؤالين فقط، حتبغاني اشغلك بون بيس يعني؟ كفايه مشغلنا بون بيس في كل مكان، كمان اشغلكم بالفيديو ذا بون بيس، فحطيت لك سؤالين بس. شوف ابدا باللي يريحك من الاخير. ابدا باللي يريحك. طيب انا شوف انا بكون ذا يعني ذا الحلقه صريح في اجوبتي. ما راح الف وادور سيده اجا سؤال لعيب. جواب لعيب تعجبني. اوكي محمد انا بحكم اني يعني حكون رؤوف فيك وحبدا باسئله ملعب اودن. ايوه ملعبك سؤالين بسيطه جدا. جدا بسيطه، ولكن يا اخي خاف اتدمر نفسيا اني ما جاوبه صح. انت الى الان مش فاهم. انت الى الان مش فاهم، ولكن لما اطرح عليك السؤال الاول بتفهم. شوف يا حبيبي يا ابو اودن، انت عارف انه عندنا، انت عندك جدولك في التويتش وانا عندي جدولي. أيوه. في التويتش تمام ممتاز. الان احنا قاعدين نتابع انمي اسمه هاجيمي نو ايبو، معروف يجنن رائع لندخت. أيوه. المهم بعد هاجيمي نو ايبو ايش عندنا في الجدول يا محمد؟ ون بيس. ون بيس. السؤال الحين قبل ما تصفق. أيوة. قبل ما تطبل، اعتبر اني لسه ما اتخذت قرار في ون بيس. ايوه ابغاك تقنعني اتابع ون بيس وبكل مصداقيه، اياك والكذب واياك والتطبيل. طيب. قل لي ايجابيات وقل لي سلبيات،
أنا أمامي بعد شهر تقريبا رحلة مدتها ألف وكم؟ 1036 حلقة. 1036 حلقة. اقنعني يا أبو أوجا نتابع ون بيس. شف كويس إنك سألت السؤال لأني صدق أنا أحتاج أجاوب عليه. يس. لأن شف ون بيس مختلف عن باقي الأعمال. يعني هو ون بيس يعني تميز لأن فكرته نادرة. أول شيء ون بيس ما رح يكون يعني ما رح يكون زي أي أنمي ثاني أنت متابعه. ليش؟ لأن ون بيس من اسمه قطعة واحدة رح تشوف أشياء كثيرة من عالمنا الواقعي طبقت في ون بيس، من شخصيات أسطورية، من قراصنة، من دول، من آثار موجودة عندنا، كلها بتلقاها موجودة في ون بيس. فهو مقصده بكلمة ون بيس إنه جمع أغلب التاريخ، أغلب الأفكار، أغلب مثلا حتى الديانات، أغلب المعالم في العالم كله جمعها وكونها في مكان واحد. زين؟ okay. فأنت في ون بيس قاعد تأخذ رحلة اكتشاف عالم، بتشوف العنصرية، بتشوف الطبقية، بتشوف المشاكل، بتشوف المشاكل يعني قبائل ما بينها وبينها، بتشوف أشياء كثيرة. هذا أنت تتكلم عن ون بيس ولا تتكلم عن تاكو تايتن؟ هذا لا هذا ون بيس. ون بيس فيه الأشياء ذي كلها؟ إيش دعوة ليش ناجح له؟ تدريش الفكرة اللي في بالي، إيش التصور اللي في بالي وصلني عن ون بيس من الجماهير ومن اللي يقول لي ون بيس عمك؟ أيوه. لوفي بيصير ملك القراصنة؟ لا في فكرة انه لوفي بيصير ملك القراصنة هي اصغر فكرة موجودة في ون بيس. يعني فكرة لوفي سيصبح ملك القراصنة هو مجرد طريق للوصول لغاية ثانية اصلا، فهمت؟ اوكي. يعني زي سالفة ان ايرن اريد ابادة العمالقة، لكن لا هي مش مجرد ابادة عمالقة ايرن، الموضوع اكبر مما تخيل بكثير، هو موضوع حقد وكراهية من العالم تجاهك. مزبوط. فهي نفس الفكرة، هي نفس الفكرة، مجرد ملك القراصنة هذه غاية لاجل اهداف ثانية اكبر واشياء انت ما تدري عنها مستقبل راح تكتشفها. فون بيس اكبر من هذا الجوانب. ون بيس رحله رحت يعني راح تبحر فيها، راح تتعلق في الطاقم. هو اصلا اكثر شيء يعجبني في ون بيس وضع علاقه الطاقم مع بعضهم. يعني انت تحس انك جالس مع اخوياك، يعني اللي تشوف خفيف دم، واللي تشوفه ذا ثقيل دم، واللي تشوفه ذا نفسيه، واللي تشوفه ذا خروف، واللي تشوفه فتعيش جو الفريندلي، عرفت؟ يعني انت كانك تاكل مع اخوياك، فالتنوعيه هذه بتدخلك جو معهم حتى وانت في السفينه متنقل من جزيره لجزيره بتعيش هذا الشيء. اضافه على ذلك انا مؤمن وهذا الشيء دائما اقوله، ميزه ون بيس بالجزيره لجزيره كانك داخل من انمي لانمي، لانه يختلف كل شيء، يعني حتى لبس الطاقم يختلف. اوكي. اشكال الشخصيات، اشكال الجزر، اشكال الشعب، اطباعهم، اعتقاداتهم، ايمانهم، اشياء واجده. حتى في بعض الجزر بتشوف عندهم ديانات، والديان عند الجزيره تختلف عن الديان عند الجزيره كذا. حلو. هو نظامهم حلو. يعني اودا مو مقصر صراحه، يعني الادمي مثقف، مش مجرد شخص عنده خيال لا اكثر. ترى حتى العرب موجودين، ترى في شخصيه اسمها سليمان، في شخصيه اسمها عبد الله، في اربستا لابسين شمخ ولابسين عبايات. صوروهم مظبوط ولا جابوهم؟ ايه صوروهم مظبوط. وبالأحصنة ولا وصورونا نحن الناس كويسين ترى. والله محمد ترى هذا أهم سؤال وأفضل إجابة إلى الآن، صلاة على النبي. طيب ما جينا للجانب السلبي. خليك صريح. ايوه خليك صريح. أيه. معايا وقل لي. طيب الجانب السلبي بكل أمانة، أودا موجه عمله لجميع الأعمار. أوكي. ففي لحظات بتقول هذه أنا ما تنفع لي لعمري، يعني هذه اللقطة لقطة سخيفة كوميديا أطفال، وفي لحظات بتشوف هذه اللقطة بتقول هذه اللقطة ما أخلي بنتي تشوفها، اللقطة سوداوية مرة. فهذه عيب ون بيس. عيب ون بيس إنه أودا بعض المرات ينكب إنه يبغى يقدم صورة أو شيء معين في عقله، بس ال 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 يعني التصنيف العمري يكون إشكال، عرفت؟ بالنسبة له إنه في بعض المرات لقطات تكون مرة وحشية، في لقطات مرة سخيفة، فهذا الموضوع يقهرك. طيب يا أودا أنت سويت هذه اللقطة في هذا الفلاش باك مثلاً، طيب هذا الفلاش باك ليش ما سويته في شيء بهذه الروعة مثلاً، أو بهذه السوداوية، أو بهذه الفكرة اللي قدمتها؟ ليش قدمتها مثلا بالشكل نوعا ما طفولي؟ استرجع لموضوع التصنيف العمري، التصنيف العمري هو الإشكال. لهذا أنا مؤمن لو ون بيس قدم بتصنيف عمري فوق 18 سنة راح يصل أكثر بكثير من نجاحاته الحالية، عرفت؟ لأن أودا بيبدأ يتعامل مع المواضيع كلها بجدية بعيدا عن الكوميديا، عرفت؟ هذه هي الإشكال اللي هو إشكال بالنسبة لي، أن أودا بعض المرات ما يتعامل مع المواضيع بجدية بسبب أن تصنيف العمري، لأنه لازم يضيف كوميديا طفولية بعض المرات. أيوة. يضيف لمسات زي كذا صغيرة، عرفت؟ طيب وبالنسبة للي يتكلم ناروتو صح؟ انت متابع ناروتو صح؟ متابع ناروتو. شفت مثلا خلص ناروتو صح؟ يب. تذكر اللقطة سبويلر يا جماعة أسلم؟ أيوة. تذكر اللقطة النهائية يوم ضد شو اسمه هذيك اللي هو يوم قربت على مدرة وجت شو اسمها؟ كاغويا. تذكر كاغويا؟ شفت لقطة ناروتو يوم يتحول ضدها الرجال مزاز ويخققها؟ ايه. شفت الكوميديا اللي ما لها داعي اللي جت في وقت مش مناسب جداً. أصلا؟ ايه. موجودة في ون بيس. كوميديا ما لها داعي في وقت غير مناسب. اوكي. هذه تحصل في انميات كثيره صدق لي. ايوه هذا جانب ياباني موجود، فموجود عند اودا، فهذه ممكن الاشكال بالنسبه لي. وبالنسبه النقطه الثانيه الاشكال، ايوه اللي هو التمطيط. يا سلام لسه بقول لك. أيوة. التمطيط صدق ولا الناس مبالغه فيه؟ شف في ناس مبالغه
وفي ناس يعني مقلل الموضوع اكثر من اللازم. شوف للامانه اودا ما انكر ان الرجال يحب ياخذ راحته كليا في قصته زين. أوكي. يحب ياخذ راحته كليا. بس شوف في بعض الاركات مثلا يكون يجيب لك الثور الله يكرمك قاعد يركض ثلاث حلقات. هذا التمطيط هذا التمطيط هذا التمطيط من الاستوديو في اتوقع يب اللي هو كان في ارك معين لوفي قاعد يركض فوق الحصان حلقتين ثلاث حلقات يعني يروحون لقطه ثانيه ثم يرجعون لوفي يروحون. بس عرفت اللي لوفي تو ماتش قاعد يركض اي هذه تمطيط. لكن في جوانب اخرى اودا يحط اشياء ترى انت كمشاهد تقول يا حبيبي مليت لوفي لمتى مثلا قاعد جالس هنا. تتفاجئ مستقبلا ان سبب جلوس لوفي هنا له علاقه بشيء مستقبلا بيربط الكاتب من هذه الغرفه مثلا له علاقه في كيت وهذه الغرفه له علاقه في كيت فيكون ربط. اي فاهمك بس انت النظره الاولى اسلوب التجاري يا محمد اسلوب التجاري في الاستديوهات انا اتوقع يعني على حسب فهمي انه الاستديو حان يكون ملزوم بتارجت معين لعدد حلقات معين خلال سنه خلال شهر خلال بلا 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 لا فاحيانا شف. ممكن يضطروا يمططوا علشان يحققوا التارجت ويوصلوا الرقم الحلقات المطلوبه منهم. شوف اكثر ارك تمطيط في ون بيس كان ارك دريسروزا هذا اسمه دريسروزا. ارك دريسروزا كانت الاشكال ان اودا توقف كثير وصارت له مشاكل كثير فانمي ون بيس ما يوقف انمي ون بيس لازم بشكل اسبوعي تصدر حلقه عرفت. فالاستوديو الان دخل في مشكله انا في نص الارك ما اقدر اطلع في فيلر ما راح اقتل ريتم ما راح اجيب لك لوفي قاعد قاتل مع فلان الحلقه الجايه اطلعك اياه في السفينه الامر غير منطقي. فاخذوا موضوع التمطيط اخذوا موضوع الثور والركض ثلاث ايام او ثلاث حلقات عرفت. هذه اشكال بس في اشياء سابقه او قديمه في بدايات ون بيس البعض يرى انها تمطيط لكن الواقع هي ترى مش تمطيط بالعكس موجوده في المانجا ومن الكاتب وبيحتاجها الكاتب مستقبلا بامور راح ترتبط بالقصه وبتعرفها. جميل يعني جميل. احدى الامور مثلا ان لوفي يتعرف مثلا على السلحفات اوكي هذا مثال شاطح زين. انت بتقول يا حبيبي انا ليش قاعد اشوف سخافه لوفي مع ذا السلاحف واستهبالهم وطقطقتهم فاجأ بعدين ان هذا الموضوع راح يكون له فائده في القصه. هذا الشرح البسيط أوكي. بدون حرق اوكي اوكي اوكي. شوف انا انبلفت بس ما اخفي في تمطيط انا انبلفت صراحه على ون بيس عشان كذا حطيته في الجدول بس حبيت انبلف زياده منك يعني علشان اتاكد اني راح اخطو خطوه ما راح اندم عليها لانه انا اذا بديت رحله كميه الفانز والمبيعات والحب والوفاء والمقاطع في اليوتيوب والنظريات يعني كم قناه متخصص الون بيس هذول كلهم اللي افتحوها في دعوه يعني عبط. اعلمك حاجه واحد من زملائي واحد من اصدقائنا يا رجل واحد معاه الحاره بدا يتابع ون بيس هو ثاني متوسط والان هو متزوج وعنده بنت. ترى نفس الشيء تقريبا لي انا بديت ون بيس عمري 17 او 16 فاتوقع اتوقع القاعده الجماهيريه هذه ما هي مساله يوم وليله ترى العمل قديم جدا يب. فهذا واحده من الاشياء برضو اللي خلته يسوي قاعده جماهيريه كبيره وللامانه مثل ما قال كان الشائع عمل زي كذا له جمهور له مسوي صخب لابد انه في سبب قوي يخليه يوصل لهذه الشعبيه. ترى على فكره مش اي عمل يستمر يعني مش شرط ترى في اعمال وصلت لدرجه الاستوديو اجبرهم يوقفون الاستوديو وقف وترك العمل المجله ضغطت على الكاتب على اساس يوقف في اعمال ترى كذا مرت عليها. اودا انه مكمل حتى الان 25 سنه 26 سنه الاستوديو ما كلمه اي استوديو ما كلمه المجله ما كلمته هذا يثبت ان الرجال ناجح. ترى قد تكلموا اودا مره واحده في بدايه ون بيس بدايه اول ما لوفي طلع البحر هو يعني الكرة الأرضية حق ون بيس غير عن كرتنا فيوم لوفي كان في الجزء الأول يعني بيدخل الجزء الثاني بيدخل البحر الكبير عرفت. جل استوديو قال له استعجل ادخل للجراند لاين على أساس أنه نبغى على قولتهم العمل يدخل في الحماس والإثارة على أساس المبيعات أوكي. يعني ترى أودا في بداياته كان أمام خطر أنه يوقفونه أوكي وزبط المظبيط ودخل الجراند لاين وزبط المظبيط وفي الأنمي التفاصيل اللي كان يبغى يسويها أودا سواها في الانمي. يا سلام عليك يا محمد يا سلام. احب اقول لك انه السؤال الاول اللي يتعلق بموضوع اقنعني بون بيس كانت اجابته جدا جميله وثريه حبيبي وما هو شيء صراحه مستغرب من واحد يعني شبيه كبير لون بيس. طيب نروح للسؤال اللي بعده. عموما انا ببدا ون بيس يا جماعه نعم في حال انكم ما تدرون بنبدا ون بيس ان شاء الله بعد شهر بس حاليا قاعدين نتابع هاجيمي نو بو سمت صراحه ممتع جدا للمانا. طيب السؤال اللي بعده والاخير في ملعب اودن. جاتك فرصه هنا بتفلها والله بتفلها يا محمد على السؤال ده. جاتك فرصه انك تسجن مشهور او صديق او عدو في غرفه وشرطه الوحيد علشان يخرج من هذه الغرفه كمل السؤال يتابع ون بيس كامل. والله شوف الصديق والحبيب والغالي العزيز على قلبي هو راكان الشايع والله اتمنى راكان الشايع يتابع والله لأن راكان الشايع ترى يحب الأساطير ويحب التاريخ ويحب الربط والأمور هذه
راح يلقى هذا الموضوع في ون بيس. متاكد الراكان الشائع راح يستمتع في ون بيس جدا. بس زي ما قلت دائما اقول الراكان الشائع، راكان ترك راح تقابل امور طفوليه تجاهلها وركز على التفاصيل الاهم. لاني انا بنفسي كمحمد ترى الامور الطفوليه تجاهلها وركز على الامور الاهم ومستمتع. حلو. لعلمك في الفيديو السابق انا وراكان قال انه يوما ما راح يتابع ون بيس، بس اتوقع انه يوما ما هذا الله اعلم كلمه يوما ما كذاب مالك منه. طيب حلو، يعني قررت انك تحبس راكان الشائع. انت تعرف ايش فكره انك تحبسه؟ معناته انه حيتابعه غصبا عنه شاء ام ابى. بيجب صدقني بيقول لا تطلعوني. شكرا لك شكرا لك. واحده من الاشياء محمد اللي لاحظتها في بثوث تويتش، انا ما ادري اذا انت تمشي بذا النظام ولا لا، انا اذا بديت انمي في تويتش اخلصه. اي لازم، ما اسحب الا اذا ما عجبني، ما اسحب حتى لو ما عجبني. لا اعطيه فرصه الى اخر حلقه، الا الى اخر حلقه. واحد من الانميات اللي في البدايه تعبني وكنت ناوي اسحب عليه انمي مونستر. لا لا مونستر فكرته غريبه. أتعبني. شفت فكره مونستر؟ شفت فكره مونستر كيف انه غريب؟ تحس انه مختلف عن كل الانميات. تماما صح؟ تماما نفس فكره ون بيس. هي نفس فكره ون بيس، ون بيس مختلف عن باقي الانميات. لا ما هو تطبيل، هذا كلام واقعي. والله واقع، انا دائما اقول مونستر مختلف، ون بيس مختلف، مو باي واحد ترى يعجبه مونستر ويعجبه ون بيس. فانا قلت لك ذي المعلومه لانه مونستر تعبني في البدايه، بس انا اذا بديت انمي في تويتش اكمله. نفس فكرة بريكنج باد، وبعد مجموعه حلقات انا جاتني لحظات ياس في الحلقه الخامسه السادسه السابعه اتوقع، والله ماني فاكر، كنت اقول للجماعه يا عيال ارحموني. والمتابعين صراحه كانوا مره صاملين، تكفى كمل تكفى، ما يعني ما وضحت لهم فرصه اني ناوي اسحب، بس اعطيتهم فكره انه عيال الانمي بيستمر كذا. ايوه تعبت، بس لا بعد فتره كذا صار حدث معين شبكت والى يومك ذا انمي مونستر احد اعظم الانميات اللي تابعتها. ولاحظوا اني كنت ناوي اسحب عليه في البدايه، هذه واحده من الاشياء اللي بتخلينا نعطي الاعمال فرصه، وبتعطي راكان فرصه انه يتابع ون بيس الين يخرج من ذيك الغرفه. فممكن في الحلقه 500 على قولته ايش يبدا يتحمس. لا ون بيس ترى اقل من 500 بتقتني فيه صدقني. لا انا متابع والله يعوق بشر. انا عندي فضول جدا اعرف ليش ون بيس عمي، ابغى اعرف. بس لا تتابع ملخص. لا ما بتابع ملخص. انا تابع ملخص اذا انت تبغى تخلص ون بيس، بس اذا تبغى تشوف الاسرار والربط وكيف ان الكاتب مثلا بدون مبالغه يعني تشطف لوفي قاعد يمشي، تشطف تلقى جدار مكتوب عليه راكان الشائع، عرفت كذا؟ تجي انت تقول مين راكان الشائع اصلا؟ بعد فتره بعدين تجي الحلقه 400 تلقى راكان الشائع هو صاحب ذا المكان اللي كان لوفي مر فيه. اوكي. والراكان الشائع حايد على لوفي لانه مر من عند المكان. فهمت الفكره، فهمت عليك. تجاوزت اسئله ملعب اودين بنجاح، قلت لك ما فيش نجاح وما فيش فشل، بس حط التصريح لي حياتك. وينها؟ حلو. طيب محمد بنخش على، خلينا نكسر جو شوية مع المتابعين ونعطيك الأسئلة الشاطحة اللي هي أسئلة من عامة الحياة. طيب محمد، الأسئلة الشاطحة عددها 1 2 3 4 5، فبنحاول نجاوبها إيش بشكل مختصر ووجيز. السؤال الأول سألت الراكان ولكن راح أسألك إياه بطريقة أخرى. أنا عادي أجاوب أنمي أو فيلم. الحين قصة حياتك بتتحول إلى فيلم. أوكي. وجيب لنا ممثل يقدم دور محمد أودن. بقول ليناردو دي كابريو. تدري ليش؟ ألعب. تدري ليش؟ خشيت على ثقيله يا ولد. في له فيلم اللي هو والله اني دائما انسى اسمه، وصف لي اياه يمكن اساعدك. اللي كان 2006 اتوقع، صدر 2006 اذا ما خاب ظني، اللي كان هو شغال مع الشرطه ولكن حطوه جاسوس. أوه، في كاتش مي فيو كان قصدك؟ لا مو في كاتش مي فيو كان، لا ثاني. ذا ديبارتد. ايوه هذا هو ذا ديبارتد. يا شيخ قول ذا ديبارتد، كيف راح من بالي؟ وقال لك 2006 صح؟ مع انه وصفك واضح ترى. آدمي كان يشتغل بالشرطه، قلع ابليس. ترى ديبارتد تابعته مرتين انا، كيف انسى المعلومه؟ فيلم تاريخي. شفته شخصيته، فيلم لمارتن سكورسيزي وشارك معاه برضه مات ديمون. ايوه شفت الدور التمثيلي اللي قدمه ليوناردو في ذيك اللحظه. نعم. انا اشوفه بيقدر يقدم اللي قدمته صراحه. حلو. يعني ليوناردو في ذاك كان مستوى، كان يعني هذاك ما كان تمثيل، هذا كان واقع حرفيا. وانا اتابع كل مره اتابعه اقول هذا كيف تمثيل يا اخوان؟ لحظاته مع يوم كان يناقشهم انتم كيف خليني عند العصابه والامور طيبه؟ هم بدوا يشكون فيني، ولحظاته مع الدكتوره النفسيه كيف يقول انت تعطيني حبه حبتين تسلكين لي فيها، كان مستوى ثاني. هذاك لازم يكون البطل، هذاك لازم يكون البطل. يعني ليوناردو دي كابريو يكون بطل فيلم قصه حياه محمد اودن. نعم. حلو. وايش اسم الفيلم؟ الفيلم اللي يحكي قصه حياتك ايش بيكون؟ اول شيء حياتك فيها شف. فيها مطبات، فيها مغامرات، فيها اشياء. يب. يعني احدى الاشياء اللي وبربط فيها اسم الفيلم، المكرونه كانت طامه للجنس البشري، فيروس لكن مكرونة. بالنسبه لي المكرونه كانت طامه للجنس البشري، ولكن بالنسبه لي كانت شيء ايجابي،
لان هي اللي خلتني اترك شغلي واعيش في البيت وبعدين استوعب واقول محمد انت ليش ما تدخل السوشيال ميديا، بعدين ادخل أوكي. بعدين اصير ستريمر، بعدين اصير يوتيوبر أوكي. بسبب العزله والحجر هي اللي خلتني ادخل في السوشيال ميديا واصير صانع محتوى. فايش بيكون اسم الفيلم؟ الطامة التي كانت صدق صدق لا فكر بالاسم. لا صدق الطاعون الذي حول حياتي لأفضل أو شيء زي كذا كذا أبغى أربط موضوعها. ما في شيء كذا الآن، اختار اسم يا حبيبي، شغل لي الكرياتيف، أخرج لي سقراط الذي في داخلك. وصدقني أجيب لك اسم جامد، ساعدني يا أخوي. أعطيته وضعية الفلسفة وقفل. أنا أعطيته دي ترى أني قاعد أحل بس مو بعارف كيف أربطها. العزلة التي غيرت حياتي، يقلع العزلة والله العظيم. العزلة التي غيرتني للأفضل. صدق العزلة ترى يعتبر شيء سلبي، ولكن هي غيرتني للأفضل. العزلة ولا ليش ما يكون عزلة؟ صح. كيف بالله؟ والله حلو. بس صدق هاري ترى الفنانين. حلو. اسم الفيلم عزلة والممثل ليوناردو دي كابريو. يقلع أم القوة يا أودين. لو تبغى أنمي خلى لوفي البطل. لوفي ولا مؤدي الصوت؟ مؤدي صوت شخصية لوفي قصدك؟ اللي عادي يتفرق. أنا كيف لوفي يقدم شخصية محمد أودن؟ أن مؤدي صوت لوفي هي فقط لوفي، هو لوفي. الله أكبر. هي لوفي بس. هي حلو. المشكلة أنك بتنصدم. شفت معلومة عن الأنميات أنه معظم مودينا الشخصيات طلعوا بنات. يب، جوكو بنت، ناروتو بنت، لوفي بنت، جون، كيلو بنت. لا جون وكيلو ترى صغار في العمر، لوفي ترى يعتبر كبير. ولوفي ترى بتسمع له لحظات صوته مره خشن فبتنصدم شلون هذه بنت. امر غريب صراحه. اوكي. خبره 25 سنه يعني انت عم تخشن صوتها. لا اله الا الله. طيب حلو، السؤال الثاني يا ابو اودين يقول لك اكثر كلمه او مصطلح او حركه شائعه في السوشيال ميديا ازعج اهلنا فيها تكرهها. عمك. اما لوفي عمك. وان بيس عمه. لا شوف صدق في البدايه للامانه كانت مزعجه لاني كنت اشوف فيها تقليل للشخص. يعني احنا نعرف في النهايه عمي تقال لشخص تكن للاحترام والتقدير وانه يعني شخص يعني ذو مكانه، عرفت؟ اما لوفي، لا شوف لوفي لا يستاهل لوفي، يعني شخصيه ثانيه. عمل عمه وكل شيء بس تقليل. عنصري يا لئيم يا متحيز. لا شوف انا في البدايه كانت تزعجني وان بيس عمك وان بيس عمك. الحين تدري عندي 1000 نقطة تقدر تشتري عبارة ترسلها في الشات وان بيس عمك. ايه انا اشوف انه صارت ميمز، تحولت الميمز. طيب ايش الكلمة او المصطلح او الشيء اللي تبي تشيله غير وان بيس، ولا تبي تشيل وان بيس عمك؟ لا كلمة عمك هذه اتمنى انها خلاص يعني ذاتس انوف. اتوقع هي كانت ميمز وانتهى. انت قصدك انها استهلكت جدا جدا. أوكي. خلاص تو ماتش. اوكي شكلي بحذفها من النقاط بعد فترة، يلحق استخدمها يا وحش. طيب السؤال اللي بعده، اشجع قرار اتخذته في حياتك سواء سوشيال ميديا واقع. اتوقع انك جاوبت على السؤال ده. يب. اللي تركت وظيفتك وتفرغت. طيب معلومه ثانيه، هل تعلم اني تسلفت عشان اشتري الجهاز؟ كفو. البي سي، والله تسلفت عشان اشتري البي سي على اساس بس ابدا ستريمر. خطوه جريئه جدا. الكلام ذا سنه كم بالضبط؟ بدايه مع كورونا. بدايتها بالبدايه بالضبط لما قالوا تكي في البيت تقريبا بدايتها تقريبا. والله يهنيك، والله هيوج ستيب. جود جوب. جود جوب والله. انا كل اللي حوالين كانوا يضحكون علي انت بصاحي. والله شوف هذه واحدة من الأشياء اللي يعني تواجه الشخص اللي يحاول يخرج عن. إذا أنت مؤمن في شيء سوى. والله good job. دام ما يعني ما على قولتهم أهلك راضين عنك، دينك راضي عنك، الله سبحانه وتعالى راضي عنك، سوى. أما شيء شاطح. صدقني أنا فخور فيك يا محمد. أنا فخور فيك جدا. السؤال اللي بعده سؤال شوية نفسي، يعني حاجة تكرهها في نفسك وتعتقد إنك لو تخطيتها راح تغير حياتك بشكل جدا كبير. يا أخي أنا شخص هادي، أنا شخص يعني بارد، أنا شخص بس مشكلتي إذا عصبت أنعمي حرفيا. يعني أكبت معصبين. أنت وراكان عصبيين كلكم. يب أكبت وإذا عصبت خلاص يعني راح أكره الشيء للأبد. يعني ممكن في يوم من الأيام بسبب عصبية تلقاني كاره حتى ون بيس عادي، رغم أني أكثر شيء أحبه عادي ممكن تلقاني أكاره. لا مستحيل بسبب العصبية. إلا ون بيس تكره أي شيء إلا ون بيس. ايه ما راح تصير لاني ما راح ازعل عليه، ما راح ازعل على اودا. بس عادي ترى بدون مبالغه، يعني انا ممكن اكون صريح. اوكي. ممكن سبب نهايه ون بيس تخليني اعصب وانقهر لدرجه اني اكره العمل، هذا اكون معك صريح.
هذه تصير معي اني اكره شيء جيم اوف ثرونز. كنت اكبر شبيح اكتشفه الكره الارضيه لجيم اوف ثرونز. بديت تجي اخر كل شيء اخر موسمين كلها بالنسبه لي بديت انهار. بتدري متى خلاص انجنيت عصبت؟ حتى اذكر فصلت على العيال يوم لحظه يطلق على تنين كليسي هذاك مو بالنايت كينج الثاني يوم سبحان قدره قادر صار مع سهم وصار ايم الارض ونتف ام التنين واستحى. والدهل يخرب بيتك انا بعدها خلاص بديت يعني ولع يعني مو بجيم ثرونز ذا بدينا مهابد. فهنا بديت اكن الحقد والكرة على المهرجين الاثنين. فانت تبغى تغير العادة هذه فيك؟ ايوه بدي اتخلص منها. طيب كويس لانها تخليني افقد اعصابي لاني اتعلق كثير فانفجر يعني ردة الفعل تكون قوية على حسب تعلقي في الشيء. طيب هيا انا احب اقول لك يعني لازم تغير دي العادة قبل ما يخلص ون بيس. يبدو انه بتصير انفجار الارض. لا ترى لا ترى لازلت مؤمن واقولها وراهن عليها ونهاية ون بيس راح تكون عادية ما راح تكون مبهرة ولا راح تكون خاسية. بس اهم شيء ما تكون نهاية سيئة. كلاسيكية تكون هاي كلاسيكية. يب يب الكاتب راح يميل للنهاية الكلاسيكية أتوقع. طيب حلو. ما راح يخاطر بعمل 25 سنة. أكيد أكيد أكيد. يعني هي أنا كلاسيكي. خايف. أنا تدري واحدة من الأشياء اللي خايف في أخاف منها. تعرف الكاتب لما يفقد عضلاته في الكتابة. واحدة من الأشياء اللي خاف منها يعني سواء في ون بيس أو سواء في هانتر مع توغاشي أو سواء في أي عمل ثاني. أخاف لما الكاتب يبدأ يفقد عضلاته ويبدأ يجيب العيد وتقع ويقع ضحية هذا العيد المتابعين اللي جالسين يتابعوه من سنوات أو من أجيال مثلك ومثل فان زون بيس. فنتمنى ان اودا ان شاء الله ما يوصل لهذه المرحله ويختم الانمي بشكل طيب. هذا لو ختمه يعني ما ادري هو ناوي يختمه ولا هو وصل على كلام الساق الاخير. الساق الاخير غالبا بتكون ثلاث اركات ويقفل العمل يعني مفروض رياضيا 5 سنوات 6 سنوات ون بيس مخلص. اوكي اوكي يعني يمداني الحكم بالراحه. بيمديك هي بيمديك. طيب السؤال اللي بعده يا ابو اودن والاخير هذا السؤال سالته راكان بسالك اياه مره ثانيه. عندك القدره انك تحذف تطبيق من السوشيال تطبيق سوشيال ميديا تماما تحذفه نهائيا ما عاد تصير له وجود. والله انا احب كل تطبيقات السوشيال ميديا ما عندي اي كره على تطبيق بس اقل تطبيق اهتم له هو الانستغرام. حتى متابعي الانستغرام مره يسفلون فيني تم ساحب عليها. ما اتوقع انه في احد باقي يستخدم الانستغرام بشكل جدا اكتف الا اللي مره مشاهير مره مره. واتكلم عن مشاهير اتكلم عن كريستيانو رونالدو وميسي وحتى يستخدموه كمنصه تسويق اكثر من انه مشاركه يومياتهم ولا شيء. يب راكان قال بيحذف تويتر يقول ياخذ وقته. تويتر ممكن احذف فئه يا اخي في ناس في تويتر. اي والله في ناس في تويتر يعني انا قلت يمين انت قلت يسار انت عدوي ليوم القيامه راح استقعد لك راح اسفل فيك راح اطلع عيوبك وراح اسوي اي شيء. هذه هذه هذا اشكال التويتر. الفئه هذه ما تلقاها الا في تويتر ترى الفئه المتعصبه. تويتر بشكل عام ترى بيئه مره اجريسيف بيئه عدوانيه. يب اذكر قد اللي هو باري تيوب قد تكلم عنها اذا انت نجيت في تويتر فانت اقوى رجل تنجو. في العالم راح تنجو من نهايه العالم ونهايه الزومبي واي شيء. حلو حلو خلصنا الأسئلة الشاطعة. أحب أقول لك يا أبو أودن الله أكبر السؤال اللي بعده بنخش على أسئلة. بس كيف مستواي ما قيمتني زي اللوز؟ بسم الله ما شاء الله عليك لهب. مش أنا اللي بقيمك أنتوا اللي بتقيموا يا جماعة قيموه ما ترحموهوش خالص. امدحوني امدحوني بسوي سحب رشوة. طيب بنخش على أسئلة منوعة. أسئلة أوتاكو منوعة هيخش عليه. الله يستر الله يستر. يرحم أمك يا محمد طلع لي ون بيس من كل سؤال أسألك إياه. ايه مرة بدون ون بيس. إيوة ابحر في أنميات ثانية. إيه خلاص كفاية كفاية ون بيس. أنا شايف وراك زورو إذا ما خاب ظني أبو شعر أخضر ذا زورو. هذا زورو شفت كيف يعني هل تعلم أن عندي 4 لوفي و4 زورو 4 لوفي و3 زورو أتوقع. كويس إنه ما عندك تمثال وراء والله كبير. ودي بس ما في مساحه. والله ينفع الحجم الحقيقي تحطه في الركن هناك بيصير شيء. والله العظيم ودي انا ان شاء الله ان شاء الله يكون عندي سيت اب اكبر واجيب هذه الفقرات اللي تكون حلو. بالحجم الحقيقي حلو. طيب كيف وصلنا للفقرات احنا ما ادري. انت خقيت شكلك على زورو ولوفي بديت تحبنا. هذا ناروتو يعني شفت ترى شخصيات محدده. أنا فقط انا شايف لوفي عند لوفي هنا درع تبع كم شخصيه كم شخصيه من بر ون بيس في ناروتو. شايف ناروتو ناروتو انت غطيت عليه براسك الان تدري ما في الا ناروتو ناروتو تنجرو بس الباقي كله ون بيس. تنجرو وين تنجرو فوق ذاك صح تنجرو هنا عند الشجرة والله أيوة مو باين الا اللون بس عرفته من اللون مو باين. طيب كويس حلو حلو والله ما ادري كيف وصلنا للفقرات بس يبدو انه ايش اتزحلقنا كذا على الاجابات الشاطحه. طيب يلا السؤال يقول في عالم موازي يا ابو اودن انت مامور سجن. السؤال ذا من المتابعين في تويتش اخترعوا لك اياه. انت مامور سجن في عالم موازي وقررت انك تعاقب السجناء وتشغل لهم انمي كعقاب. ايش الانمي اللي بتتابعه؟ ركز كعقاب مش تجبرهم يتابعوه وينبسطوا لا اوكي تعاقبهم يعني انمي مش كويس. نعم مش كويس او ممل او ايا كان. شوف في انمي هو كمان هو ممتاز
لكن كأنمي دمروه اللي هو تاور اوف جاد، كمان هو تعتبر جيدة، لكن الانمي ضافوا الدلع في البطل، البطل دلوع وكيوت وخاق على وحده وانا احبك وموت فيك وتكفين بعيش حياتي معك okay. فصار الموضوع مقرف، يعني من مان هو تعتبر معاناة وتضحية الى موضوع رومانسية وقرف ودلع ومياعة مقرفة. فبخليهم يتابعون تاور اوف جاد، يصلح يكون عقاب. اي والله تورف قاد، يعني اتوقع كلهم بيستفرغون. اي والله حتى صوت البطل مقرف ويدلع، وش تبي انت يا اخي؟ ارحمني ارحم امك يا اخي. وايا كان الذنب اللي ارتكبوه المساجين ذولي ما راح يعيدوا بعد ال... بعد لا اذا كانوا انا اشوف انا بادخلهم هذا كانوا منتقدين ون بيس. حلو حلو القبو عشان تنتقدوا ون بيس. حلو حلو جوي. السؤال الثاني برضو من المتابعين، في عالم موازي يا محمد انت أيوة. معلم استاذ أيوة. وأمامك طلاب، جاك مدير المدرسة وقال لك يلا يا أبو أودن السنة هذه نبنعطيك مادة مفتوحة، المادة هذه عبارة عن أنمي فيلم مسلسل تقدم للطلاب كمادة. ترى سؤال عطري. لقيت الإجابة. لقيت أيوة. الإجابة. شوف أنا بين ثلاث إجابات الأمانة، لكن بختار إجابة لأجل سبب واحد اللي هو بختار هنتر. أوكي. بختار هنتر. أبعد علمك الإجابات الثانية. قول الإجابات الثانية واختار اللي بتسولف فيها. طيب هنتر أو بريكنج باد أو جيم أوف ثرونز. ليش اخترت هنتر بالذات؟ اخترت هنتر لأني أبغى أوصل لهم كيف أن الكاتب يعني شلون الكاتب وجه المشاهدين لشيء مش طبيعي. يعني انت كيف تتلاعب بالمشاهد؟ وجه المشاهد ان جون شخص طفل مسكين يبغى يروح يشوف ابوه، يدور على ابوه، يدخلك في عوالم وفي قوه وفي تناقض في القوه، وهذا ضدي وهذا مضادي وفلسفه ودخلك في امور انا وين عرفت اللي دولي مين وانت مين وايه في ايه، عرفت اللي يعني دخلنا في محيط مش طبيعي. فهذه انا احتاج اعلم او اعلم طلابي كيف انك تقدر تقود الشخص حرفيا هو قاد. البدايه بسيطه وفجاه تدخله في اشياء يا سلام. والثاني بريكنج باد وجيم اوف ثرون. يب اما واما واما. حلو بس انك انت بتروح مع هنتر. بختار هنتر. يب لعيب لعيب يا واد. احب اقول لك انه ايا كان الطلاب اللي بيكونوا في ذاك الفصل بيحبوك حب ما بعد حب، بالذات مع هنتر. مش بريكنج باد بيطفشهم، مش كثيرين يقدروا يحبوا بريكنج باد، وجيم اوف ثرونز ما تقدر تقدم لهم. لا بريكنج باد بعلمهم الصبر والله. ها بريكنج باد بعلمهم الصبر، بقول شوف نهايه الصبر ايش راح تكسب، راح تكسب افضل عمل في التاريخ يا رجل. ترى بريكنج باد فيه في اشياء لها علاقه في البزنس ونجاح البزنس وكيف الشخص يبحث عن الفئه المستهدفه وكيف يستهدف مكان. ترى في افكار مرعبه ترى كبزنس وكاداره اعمال، ترى شيء ضخم والله. بس هنتر از بيتر. انا بروح معاك مع هنتر لانه هنتر عمك. اجل حولنا بريكنج باد يا عيال. السؤال اللي بعده هذا من عند مين؟ والله ذا برضو من عند المتابعين في تويتش. شخصية شريرة انت ما تدعم توجه الشر عندها ولكن تحترم مبادئها. اوه جوابك جميل ميريوم. جوابي او سؤالك معليش وجوابي اجمل بعد ميريوم. ابا يا مريم هاي فايف هاي فايف جيب مي هاي فايف. انا ترى عندي اشكال كبير مع بعض الناس على ميريوم. البعض ترى ميريوم يوم ولد يختلف عن ميريوم قبل قتاله مع نيترو، يختلف عن ميريوم بعد قتاله مع نيترو. نيترو ميريوم بعد ما قابل البنت العمية ذيك كمان بالضبط. نيترو قال كلمات يعني انا اصفق لها لاني انا شفتها. نيترو كان يقول انا خاف اجلس معك يا ميريوم على اساس لا اكون بعض المشاعر تجاهك، وصدق يوم بعد ما نجا ميريوم من قنبلة نيترو شفنا شخصية ميريوم اللي حتى المتابع او بعض المتابعين اللي ركزوا حبوها مثلي انا. انا ميريوم بعد ما نجا حبيت الشخصية يا رجل. يوم شفته في لحظة كان مستعد انه يركع لاجل طفلة، هنا وقتها خلاص لانه كان يحب حب مش طبيعي. هنا قلت انا شخصية ميريوم. حتى في لحظة لو تذكر ذاك الذيب تتذكره في اللحظة اللي صرخ فيها قال أنت لست زعيمي. زعيمي هو الثاني ذاك اللي ناس اللي جابوا فلاش باك يعني. قال زعيمي هو جايرو. هذه اللحظة وش كانت ردت فعل ميريوم؟ أتمنى أن تلتقي فيه. أتمنى أن تعيش. أيوة صح. قبل ما يطيح شعره صح الذيب. أيوة لا طاح شعره. بعدها نفسيا. بعدها قال خلاص ببيحه على قولتهم بتراب. صرخ قال أنت مو بزعيمي أنت عدوي، زعيمي هو جايرو. التفت عليه وقال له أتمنى أنك تلتقي فيه وأتمنى أنكم تعيشون. في هذه اللحظة جاي لك أن الشخصية تغيرت كليا. فهنا عرفت اللي أنا معك
ولا انا ضدك ولا انا ايش، رغم انه كان يبغى يحكم البشريه، ومع ذلك في احدى اللحظات دعمته صراحه وصدق كلام نترو انه ما يبغى يكن له مشاعر. حلو، اجابه جدا جميله، اهنيك. ما توقعتك تختار، ما جاء في بالي ميروم اصلا، توقعتك تختار شيء من ناروتو، من انميات ثانيه. يعني انا ما تابعت انميات، لسه قاعد احشي المكتبه عندي ولله الحمد، بس ميروم ترى اكثر ممتاز. عمل اكثر عمل اقارنه في ون بيس وارى انها يعني يصل لروعة ون بيس هو هنتر. انت متابع المانجا؟ هنتر ايه؟ اوف اوف، المانجا الوحيدة، المانجا الوحيدة هي المانجا. يوم تابعتها انا قلت هذا الرجل، هذا الرجل عبقري، هذا الرجل مش طبيعي، هذا الرجل عطاني نشوة اللي انا اشوفه عند اودا. لا لا، مجرم مجرم توغاشي، بس الله يهديه، الله يهديه، سلان يصلحه لو يعني ايش يلتفت لنا مظبوط. لهذا انا اتعلق في اودا اكثر، 25 سنه ما يوقف. تخيل ما يسوي، تخيل يسويها، يقلع ام الاصرار اللي عند اودا يا شيخ، والله يا هو معضل. انا المعلومه دي قالوا لي اياها المتابعين في تويتش، يا ولد صدمني، 25 سنه ما وقف، ما وقف، قالوا لي يعني وقفاته تافهه لا تذكر. وقفات ايه؟ يا راحه، يا مشكله، يا اصابه، اسبوع اسبوعين دايم فقط. دايم. طيب حلو، السؤال اللي بعده، سو اخترت ميروين. السؤال اللي بعده يقول لك، جاك واحد وقال لك يا محمد ابغى ادخل عالم الانمي من اوسع ابوابه، ادمي ما قد تابع ولا انمي، الانمي الوحيد اللي تابعه كان اشياء كذا هشك بشك في سبيستون. يا محمد انا بدخل عالم الانمي، اعطيني انمي يخليني اقدر ابحر وابدا رحلتي في هذا العالم غير ون بيس. لاحظ اننا قلنا انسى ون بيس. لا ما راح اقول ون بيس. شف الاجابه هذه ما لها اجابه من الأخير. ليش؟ مثلا إذا هو رجل يحب التحقيق، يحب مثلا الجرائم والتحقيق وزي كذا، صعب أني مثلا أجي أعطيه جمل عمالقة، جمل عمالقة ما في تحقيق، بينما أقدر أعطيه موستر أو أقدر أعطيه كونان. إذا جاني شخص قال يا أخي أنا أحب الأكشن والإثارة والدموية، ما راح أعطيه مثلا أي عمل ثاني مثل كوميدي. ما تحس أنه في عمل جوكر كذا يقدر يجمع أكثر من شيء، أو على الأقل شوية أشياء؟ الجوكر الوحيد في وجهة نظري هو ديث نوت، لأنه يجيب لك التحقيق، يجيب لك الحوارات، يجيب لك الضغط النفسي، ويجيب لك القتل والسوداوية. هو اللي ممكن تشويق فيه مرة رهيب. أي أنا ممكن أقول ديث نوت، ولكن ستيل مش هذا مقياس. يعني ممكن يجي واحد يقول لك يا أخي أنا أحب فايكينج، فايكينج بروح أخليه يتابع مثلا على طول فيلن ساغا. فيلن ساغا يب. فهي على حسب انت ايش ذوقك انا اعطيك، انت ايش تحب انا ايش اعطيك. انا ما اقدر امشيك على رايي وجهة نظري، كل واحد له وجهة نظر. يعني ما راح نجاوب على هذا السؤال. يب انا هذا الاجابه ما لها هذا السؤال ما له اجابه. قفلت، الله يصلحكم. يعني لا تسال اسئله ثقيله كذا ورطتوا. لا بس والله صادق بالعكس، هذه نصيحه لكم عشان تجذبون الناس، بس الاهم بعد ما يخلص العمل تقول بعدها ون بيس. اي على طول تابع ذا وخش على ون بيس بعد على طول. شفت حركه توغاشي انه دخلنا بشيء وسيط، شفت ثنوت بعدها تعال ون بيس. اي خش على الثقيل، خش في رحله تقول قبلها دعاء السفر. طيب حلو، السؤال يقول لك يا محمد، عندك القدره انك تشتري استديو انمي معين وتقفله، ايش الاستديو وليش؟ كذا تشتري الاستديو، استديو رافع ضغطك سواء باسلوب رسم، سواء بطريقه تعامله مع المانجا اللي يحولها الانمي، او سواء ايا كان الشيء المزعجك فيه، تروح تشتري استديو تقفله، تشيل الانميات اللي عنده، تسلمها الانمي الاستديو الثاني. بروح ادخل على ماد هاوس. ليه حرام عليك؟ مو ماد هاوس اللي سوى هانتر. ايوه لانه كويس ووقف. أبشتري الاستوديو وبطقهم كلهم وبفصلهم بعدين قفل الاستوديو. ما راح أخليهم يجون في الاستديو المرات. لا يا أخي حرام والله، حرام والله العظيم. أتوقع هاجمي نويبو برضو ماد هاوس. اليوم قالوا للمتابعين إلا قالوا اللي قدموه في هنتر من موسيقى ومن تصوير ومن تحريك ومن لحظات في ذيك الزمن 2014 أداته كفيل. أخ سووا ماد هاوس يعني هم مقفلين، بس أنت بتشتريهم عناد وتعطيهم على راسهم وتجمعهم وبطقهم. لا بطقهم ثم بطردهم جديد، وما راح يستلمون ولا راتب ولا تصفية حقوق ولا شيء ولا شهادة خبرة. قيمة الجاية شفت شهادة خبرة. طيب شهادة خبرة ان كنا نشتغل في الاستوديو ومرة مطقوق في الاستوديو، هذه الخبرة. حلو. طيب حلو. السؤال اللي بعده يقول، لمن تقول هذه العبارة؟ يا ليتهم ما حولوك لانمي. بيرزرك باقي مانجا للأبد. شفت الأنمي، شفت لا المانجا حلوة، شفت الأنمي فوضى قلة حياة والله أنك صادق. لا الأمانة اللي والله صدق، يعني ليتكم بقيتوا هيبة العمل كما هي بدل ما تحولون الأنمي. إيش كان تاور أوف جاد نفس الشيء ترى على فكرة، ليتكم ما حولتوه. لحظة خلينا على بيرسريك بحكم أننا نعرف الاثنين. أنا تابعت من مانجا بيرسريك يمكن 60-70 فصل، وللأمانة اكتشفت أني أنا مش شخص يقدر يقرا المانجا ويشوفها يعني حاجه ممتعه، مش لشيء، بس لاحظت اني لما اقرا اتنح.
عكس لما ترى هذه فائده بعض في ناس ترى كثير مثلك يجون يقول لي محمد انت هذه فائدتك بالنسبه لنا انك اذا جيت تسوي لايف رياكشن لمانجا انت تقرا لنا وتوضح لنا ثم تسوي لنا مراجعه توضح بعض الامور اللي احنا ما كنا مركزين عليها. فترى هنا تبان فائده صانع المحتوى. علشان كذا انا لما جيت اتابع بيرسريك المتابعين قالوا لي لا ما ينفع تشوفه لايف شوفه لحالك. والله انطلقت يا ولد انطلقت ما قدرت اوقف يلعن ام الحماس رهيب. فبعدين قلت خليني اشوف بالله كيف الانمي ويا ليتني ما شفت. لا الانمي ترى سيء الافلام ارحم شوي. ويا ليتني ما شفت ايه الافلام قالوا لي المتابعين قالوا الافلام اهون شويه ممكن تقدر تشوفها بس تل سيئه ترى تعتبر بالله مره ما هي يا ليتهم ليست بمقياس بيرزرك عمل تاريخي ترى شعبيته ضخمه فما يعني حرام انه يتقدم بهذا الجوده. هو توب 1 في ماي انمي ليست كمانجا صح؟ ما ادري الا 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 في ماي انمي ليست هو موجود توب 1 انا متاكد دي المعلومه اكدوا لي متاكد لا متاكد شفناه احنا دائما انا متابعين ترى نشيك على ماي انمي ليست نشوف ايش الانميات ايش طلع وايش نزل. سو بيرسريك والله اختيار ممتاز جدا مع اني نسيت الموضوع ذا بس ذكرت ان انت فيه حلو. طيب السؤال اللي بعده يقول هذه قائمة أفضل الأنميات في موقع IMDb. طبعا قائمة IMDb يجمع لك المسلسلات كلها الحية والأنمي بس أنا سويت لها فلتر only enemy. اعطيني واحد من هذول الأنميات في التوب 5 أخذ أكبر من حجمه وما يستحق يكون في القائمة. في المركز الأول في موقع IMDb كأفضل أنمي فول ميتال ألكيميست براذرهود. المركز الثاني ليجند أوف ذا جلاتيك هيروز حاجة زي كده. المركز الثالث أتاك أون تايتن. المركز الرابع هنتر هنتر. المركز الخامس ديث نوت. إيش من الخمسة ذول الثاني يمسك وانطلع في الزبالة ذا ليجند إيه ايش اسمه ليجند اوف ذا جلاتيك هيروز ما اعرفه صراحه ولا انا ولا جابة. انا ايش ذا ليش متكي في التوب 2 طيب ما ادري والله. طيب بتشوت وايش بتحط بداله لا تفكر لا انا قلت لك هذه الانمي خذ الانمي اللي باعلن تشبيحه له لاخر يعني رمق في حياتي كيميتسو نو يايبا هو يستاهل مركز قاتل الشياطين قاتل الشياطين بتحطه في المركز الثاني؟ نعم ثاني أفضل أنمي في العالم؟ هو ثالث أفضل أنمي عندي الأول ون بيس الثاني؟ هنتر والثالث كيميتسو بكرة حتندم على كلامك هذا لا تابعت كيميتسو أنا تابعت كيميتسو الصبر حلو تتكلم عن المانجا؟ صبر حلو أوكي العمل ما نرجع الكلام ركان الشاي العمل ما كسر الأرقام وتفوق على ون بيس في المبيعات ويدهس كل الأعمال أنت تتكلم عن المانجا الآن أيه وقاعد تتنبأ له بأنه برضو بيوصل توب 2 كأفضل أنمي بيوصل توب 1 ممكن حتى عادي كلام جوه في أنمي ليست في أنمي ليست والله توقع يوصل يا رجل المانجا يوم صارت لأحداثها اللي راح تجينا في الأنمي مستقبلا كسر الدنيا باع 48 مليون في سنة أكبر عدد مبيعات في التاريخ 48 مليون استهبل وبعدها صدر فيلم خذ الفيلم الأول في اليابان والاستديو المشرف عليه استديو رائع زي ما قلت لك كل عمل يستحق مكانته كيميتسو بالأرباح هذه ما أقدر أقدم له شيء ضعيف هي نفس الفكرة فهمت كيميتسو كان بروجكت مؤمنين إن راح يكون نجاح كبير نعم كون كان نجاح لأنهم عارفين إيش راح يصير فهمت بسم الله حمستني ترى أنا وهذا الشيء اللي أنا راح يصير لا مؤمن كيميتسو لا ترى أنا عارفين أتحمست طيب مقارنة بالمانجا والأنمي المستوى واحد بالعكس انا اندهشت من الاحداث في المانجا ويوم جت في الانمي الموسم الثاني اندهشت من كيف قدموها افضل من المانجا بكثير يب فمعناتها ان احداث المانجا اللي راح تجينا راح توصل مستوى اعلى من اللي انا شفته في المانجا يا رجل انت شايف الموسم الثاني صح ايوه شايف شفت الفلاش باك السوداوي كيف اللي احرقوا امه حق البنت ولا بغيت اصيح ترى انا يعرفوني المتابعين في تويتش ترى في تويتش في تويتش ترى انا عيط دمعتي تكي هي على فكره كاتبه بنت وليس رجل ايوه كاتبه صح جريئه جدا في تقديم السيناريوهات يعني شخصيه زي يوم اظهرت اكازا وقتل ذا رينجوكو ترى شيء قوي رينجوكو شخصيه توا ظاهره كسبت شعبيه لا ضخمة. وشخصيه ايه وشخصيه محبوبه جدا يب وعلى طول طع اقتل يعني لوهله حسيت انه تعطيني مش طبعا تخسه تتقارن في جيم اوف ثرونز بس تعطيني هذا الطعم اللي اوه حبيت الشخصيه طيب طع اقتلها هذا الجرأة الكتابيه ترى في كتاب يخاف يقتل الشخصيه واحد منهم الكاتب الله اللي استفز اهلي واشغلني في حياتي كاتب بليتش وليش وش الشخصيه اللي ما قتلها ما يقتل ما يقتل
ما حد مات. ما حد مات طول الانمي، لدرجة اني صرت صراحة ثقتي في ما في ثقة يعني. لما اشوف شخصية ماي ماتت، ما ترى اتوقع نسبة كبيرة من اعمال الشونن كذا نظامها قليل جدا فيها الموت. ايوه بس انا اقول لك انه وصلت مرحلة انه خلاص ما في ثقة في الكاتب. اي لحظة اوكي ذيك البنت ماتت بعدين رجعت، بعدين خلاص. ف يا انا كيميتسو نو يايبا امامه الطريق العظيم، ترقبوه. حلو حلو، هذا تسويق بلاش، هم ما يحتاج تسويق اصلا. الله اكبر على ابليس، والله الانمي شغال زي النار يا ساتر. تفوق على هجوم العمالقه، تفوق على هنتر، تفوق على بيرز اذا ما خاب ظني، تفوق على اشياء جنونيه. ترى تعدى 100 مليون نسخه بيعت، 100 مليون متخيل 100 مليون يعني الرقم هذا يفترض انه شيء مو طبيعي في عالم المانجا. ترى اول ون بيس بالحول اولموست 500 وفي 25 سنه، هذه في كم سنه؟ 5 سنوات و6 سنوات البنت طقت توصل اولموست 150 160. تخيل انت مجنون هذا البنت. ولا اقارن عدد الفصول بعدد ذا، كيميتسو حقق ارباح جنونيه. اوكي اوكي اوكي، والله صراحه انت لفت موضوعي يعني. اوكي انا كنت اتوقع انه انا ما كنت اعرف ذي المعلومات صراحه عن شو اسمه، عن كيميتسو. ما كنت اعرف. اوكي انمي جميل ممتع ولطيف، الفايتات فيه حلوه، بس ما توقعت انه الارقام دي اللي انت قاعد تقولها موجوده فعلا. ترى صدمتني فعلا. لا هذا ارقام اكتسح الدنيا. هذا كان اوكي بتشوت ليجند اوف ذا جلاتيك هيروز، اللي ما لا يكون امريكي يا ولد طالع معايا، بس ممكن يكون امريكي والله. ممكن يكون انمي امريكي يعني، ما هو رسوم متحرك أمريكي. زي افاتار. لا مو انيميشن قصدك. انيميشن ايوه هذا اي ام دي بي مش ماي انمي ليست. اوكي قال لك اي ام دي بي، فممكن يكون امريكي. ممكن انيميشن، ممكن انيميشن امريكي. ما دخلت انا، بس فلترت كذا وطلعت لي ذي التوب 10 والسادس ترى ون بيس علمك يعني في اي ام دي بي. عار عليكم الونابسه، ادخلوا قيموا حلو الاول. والله ترى يسووها، والله مجرمين، والله مجرمين. لازم تقول ون بيس عمك، اثبت ون بيس عمهم خلى الاول. انا ما عندي مشكله تقول لي ون بيس عمك، ترى صرت افهمها انه ون بيس احسن عمل في العالم خلاص. انت مالك شغل والله. طيب حلو اوكي يا محمد، السؤال الاخير واللي راح بعدها نقول لك يعطيك الصحه والعافيه، والامانه اجاباتك كانت حلوه. السؤال ده لطيف، ظريف لطيف خفيف جميل. املأ الفراغات بكلمة واحدة، حاول بسرعة يعني كده، خلينا نشوف ايش الكلمة اللي تطلع كده بوب بوب أوكي. فوق راسك يلا على طول بقى اجاوب. ون بيس الافضل. هنتر رائع. اتاك جيد. ناروتو ايش دقيقة اسحب على ام الفراغات، تعال ايش جيد. أتاك أون تايتن جيد؟ يب. والله ذا الكوب ذا غالي علي يا محمد. ادخل في العميق وترى أنك كنت مجرد في نهر بسيط. يا سلام. زي اللي في نهر تقول أنا خاف أغرق، تعال المحيط وتعرف وش في داخله. أنا قلت للمتابعين شو اسمه، أنا إلى الآن هنتر عمك. يب هو هنتر عمك. أيوه. صح. بس بعد أتاك أون تايتن، إذا نهاية أتاك أون تايتن، نهاية أتاك أون تايتن هي اللي بتحدد هل راح يصير هو عمي ولا هنتر. ولا هنتر. لا أنا أشوف إن بتشيل الاثنين بتخلي ون بيس عمنا. أوب كلام جوته وكلام ذا يا أخوان، أتمنى إنه مو تشبيه محمد. والله شوف لا يوجد شخص تابع ون بيس كامل بدون شخصنا ما قال عنه أفضل عمل. هذا أنا قناعتي. صدقني لن أشخص، صدقني لن أشخص ولا أتابع ولا أعطيه الفرصة اللي يستحقها. علشان انا عندي فضول عنهم. انا عندي لا انا عندي ما انحرق عليك اي شيء. ون بيس وش انحرق؟ كيف ينحرق؟ ايش ينحرق بالضبط؟ في احداث تاريخيه يعني. أنا مثلا زي انا اقول لك، انا اقول لك الاشياء اللي اعرفها عن ون بيس. اعرف انه في واحد اسمه زورو، وعرفته من شعره من كثر ما اشوف كل مكان. اعرف انه في واحد اسمه لوفي، واعرف انه في واحده واعرف انه في واحده معاهم بنت، واعرف انه في واحد خشمه طويل كذا كانه بينوكيو. هذه التفاصيل مره أيوة. صغيره ما اقول لك الاحداث الرئيسيه. لا كيف بينحرق عليك؟ احذر ما في شيء ينحرق عليك. في عاده عند الونابسه، في حدث لازم ينحرق على اي شخص تابع ون بيس، فانتبه منه. صدقني انا لانه هو تويست القصه. الله يرجي بليسك، ما اقدر اقرا التعليقات يا اخوان، انا اسف. انتبه ارجوكم لا تحرقون عليه، واحد من اقوى التويستات اللي بشوف حياتك. يا سلام. يا رب يا رب ما انسى ايش كنت في بالي، ايش كان في بالي. لا 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 بعدين. أيوة دقيقه قلت ناروتو.
اصبر اصبر، انا عندي في تويتش ترى اونلي سبسكرايبر، ما افتح اشياء ابدا. حتى حقين الساب ترى عادي ما عنده مشكله، يدفع له 8 ريال ويجي يحرق عليك. ويجي يحرق عليك اخي. يبغى لي كثر مشرفين فون بيس، كثر مشرفين. عبد الملك 5 6 7 بالسيف. والله لا تتابع الانمي معايا، اقعد كذا تابع الشات. طيب حلو. اتاك جيد. يب. ناروتو ممتاز. ديث نوت اوه اسطوري. توغاشي حبيب قلبي. اودا عمي. طيب في سؤال اضافي بس ما ادري يعني اطرحه لك ولا خلاص نقفل. تفضل. سؤال اضافي برضو من المتابعين. انمي رياضي من كثر ما تحمست له تمنيت او جاتك كذا جاتك شعلة حماس انك تمارس نفس الرياضة اللي في هذا الانمي؟ شوف اكثر انمي رياضي تحمست معه يختلف عن الرياضة ودي اجربها او ودي العبها. لا هو هي نربطها في بعض، تحمست معاه لدرجة انك تبي تجرب ذي الرياضة، فهمت؟ اكثر شيء للامانة تحمست فيه وليس افضل عمل رياضي بالنسبة لي هو هايكيو. كذا حسيت اوه كرة الطائرة صح؟ ايه وابغى انزل اخبز معهم، والله اذا شفتهم دوف دوف ودي انزل معكم يا عيال حماس. ها؟ وكم بس حلقة؟ بس افضل عمل رياضي لا هاجمن اوبو اللي تابعه. اوه هاجمي ولا هجمي؟ هجمي هجمي عادي ما بتفرق. انا قاعد اقول يا ولد لا اكون قاعد انطق الاسم غلط من لا. من شهر. هاجمن اوبو هاجمن اوبو هاجمن اوبو اللي هو يب. لا والله زيك، انا قاعد اقول متابعين افكر اجيب لك كيس ملاكمه هنا ترى والله. لا انا ما ودي اجرب ملاكمه، ما ابغى اطيح في واحد زي تكامورا. لا انا اقصد ابغى لك عارف كذا كيس ملاكمه جوج 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 حماس. بس كيف كوميديا تكامورا؟ اقسم بالله يا محمد اليوم في بث كان في الحلقة 19 او 20 كان في فايت ما بين ايش اسمه صاحب اللي انكسرت رجله في الفايت، يا ماتو لا تسألني واحد من اصحاب اسامي لا تسألني زيك شكرا لك الحمد لله ماني لحالي. لا 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 والله مو ذا، ابو كان يتضرب مع واحد البنات خاقين عليه الجمهور من ولد وسيم حلو خاقين معه، بعدين اجت في بنت زعبة خشمها قد كذا كانت تصيح من بين الجمهور باسمه. ايش اسمه اللي دوبك قلته؟ مو ابو الثاني اللي دوبك قلت اسمه تكامورا التفت عليها هو اخوي وقال ايش هالشيء؟ ما قالوا هذه البنت، ما هذا الشيء. البنت خيشه. بعدين خويهم اوكي قال لهم فعليش قاعدين تتونسوا يا جماعه؟ ايش فيه؟ حرام عليكم يعني لا تتنمروا. قام قالوا له شوف شكلها، عاد تعرف ذاك ذوقه زي الخرا، طالع فيها قام سوى اوه مثيرة. جاتني هلوسة ضحك ما قدرت اوقف، وقفت البث ورميت السماعة ورحت غسلت وجهي يا ولد ابو فك ضحك ماني قادر. رهيب مضحك الانمي بشكل عام، الكاتب رهيب. وصدموني اكثر المتابعين لما قالوا انه الكاتب هو اصلا مدرب ملاكمة. ما اعرف والله تعرف ذي المعلومة ولا لا؟ لا ما اعرف والله. والله يا ويلكم لو تطلع كيس يا متابعين شوفوا قاعد اقولها لمحمد اودن. ما تشوف التفاصيل اللي في التفاصيل يا اخي ادي. طيب واذا هو مدرب اهم شيء يكتب القصه كويس، وهنا الفكره انت كيف تكتب. لا بس تعال عند اودا، ترى اودا يوم كان في المتوسط كان يقول خذ توقيعي راح يكون اعظم كاتب في التاريخ، كان يقول للاصدقاء. والله هذا الكلام منتشر. نعم انا اودا كان يقولها. يقول عم الثقه يا شيخ. طيب محمد الله يعطيك الصحه والعافيه، والله انبسطت معاك كثير جدا 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 والله. واتمنى انه الاسئله يعني ما سببت لك صداع، واتمنى انه فعلا يعني ايش اجاباتك بالذات عن ون بيس كانت إجابات صادقة وخالية من التشبيح ويعني والله وأنا أخوك إذا كنت بشبح فأنا قاعد أكذب على نفسي. يعني أنا ليش أضيع وقتي وأبث ونزل مقاطع ومنتج وأدفع وأسوي ذا السيتاب كله عشان عمل سخيف كمان؟ والله ما راح أضيع وقتي والله. والله كلام أقنعتني. أحب أقول لك بس نخلص هاجمي نويبو وبنخش على ون بيس ونبدأ الرحلة الطويلة اللي أتمنى فعلا إنها يعني تغير نظرتي. لا احتاجك ككرت ضغط على راكان. صدقني انا اذا عجبني شوف هنتر قبل ما اتابعه كان عندي فكره انه اذا يظل البطل والقناص فاهم يوب كثير مثلك. ايه فجاه قالوا للمتابعين وجيه دخيلك سيب ماينكرافت شويه، كنت العب ماينكرافت. ابدا هنتر يا عيال هنتر والله اعرف وتابعته. قالوا يا ابوي انسى سبيستون الله يرحم امك ركز معانا ابدا. والله وبعد محاولات كذا من المتابعين قلت يلا. اقسم بالله العظيم الى الان يمكن 3 أو 4 اشخاص اقنعتهم يتابعوا هنتر وجوني برضو يطبلون ويشكروني.
فأتمنى إني أكون برضو من جيش ون بيس. ليش لا؟ يعني ما عندي مشكلة ترى، أنا إنسان منفتح. لا لا بإذن الله راح تستمتع وراح تعيش لحظات وراح تدعينا صدقني. العذر هذا لن يتكرر. حبيبي والله يا أبو حميد نورت القناة، وأنا استشهد الله ومن أكثر الناس صراحة اللي يعني الممتعين والمتفاعلين في السوشيال ميديا بطريقة عجيبة. أهني keep up the good work، وإن شاء الله نشوفك في أعلى وأعلى الأماكن في اليوتيوب وفي السوشيال ميديا وفي كل الأماكن اللي تطمح لها، لأنك إنسان شجاع اخترعت فيلم اسمه عزلة وحكيت فيه إنك اتخذت قرار غير حياتك. يعطيك العافية والله أبو حميد. إذا في شركة تبغى تستثمر تجيب الناردو وتواصل معها عن القصة مثلها هذه مشكلة. الله يعطيك العافية والله أبو حميد، ما قصرت يا حبيبي. يعطيكم العافية يا جماعة، إلى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله أنكم استمتعتوا فيه. لا تنسوا الضغط على زر اللايك لو عجبكم الفيديو، اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات على طريقكم عشان توصلكم فيديوهاتي أول بأول. والأهم من هذا كله، تعالوا تابعوا مواقع التواصل الاجتماعي كلها موجودة في صندوق الوصف. كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.